والله يا اخوي هذا الموسم يعني ولا كأنما موسم، يعني دمرونا دمار هاي السنة، خاصة السيلوات، يعني خسارة كلها خسارة في خسارة. الله بدالك ولا عبالك، يعني انت شوف الوضعية، الشارع هاي وضعية موسم، هاي هذا الشارع هاي، يعني كل سنة يجينا الموسم يعني السيارة ما تقدر تقف هنا، يعني هالسنة الله بدالك يعني كلها مضرة في مضرة، كل شيء ما استفادينا. الأسباب والله يابا ما نعرف الأسباب، تودي الحنطة، ناس تودي يودون حنطة على السيلوات، يودوها مثل الذهب، يدقها برفض. هي هذه اليابسات، الحنطة، الشعير، العدس. والله بلاش الشعير، بلاش الشعير ب 200، 210، 220. الحنطة نفس الأسعار، هم تراوح 220، 225 لل 250. المسألة ما مسألة سعر، مسألة بيع. يعني حسن السوق ولا حسن البضاعة؟ والله السوق شوية بيضعف، هسا تعرف هاي شغلة الأمراض وكورونا ومنع التجول. والله تمشي الحنطة عندنا أكثر شيء. حنطة الخلطة هم تمشي. مواسمية، تعرف هاي شغلتها موسم. يعني هسا بالصيف شكل، بالشتاء شكل. كل شيء وقته. هنا يعني على مود المحلات هاي الحنطه والشعير، يعني حتى اسعارهم مناسبه. نحن بالنسبه لنا كحماميل، يعني والله حاليا شوي السوق يعني ما ذاك قوي. كيلوات ما كيلوات، بس بالنسبه للحماميل مثلنا يعني والله ماكو، ابو تشيس وتشيسين يعني بدهم تطلع 500 ولا 1000 دينار. والحمد لله. والله كل موسم زين، بس هذا الموسم والله يعني فد نوبه ماكو. والله من هاي الامراض، هاي العالم تخاف ما تنزل. عندك ابو الخاوج هذا ابو قياره ما قياره، وهاي من البوابه ما بوابه، هذول يجون ماكو طريق مسدود، يقول لك طريق مسدود انا عايش انزل. حقيقه احنا عانينا بالبدايه، بدايه الحصاد، من تسويق الحنطه والشعير. يعني كنا نسوق الحنطه يرفضوها على ابسط الاشياء، على عدس، على شويه بها وسخ، هو ما يعني هذا كله باعتباره علف. اما الشعير فالشعير هم عانينا منه من تسويقه. هذا ما يعني يرفضوه على ابسط الاشياء، ابسط الاشياء اللي هي ما تلف، ما علف. يرفضوها على انه سموم او غير شغلات، ما هي علف. يرفضوها على هذا السبب. اقبال علينا هذا الموسم حيل ضعيف. حيل ضعيف، يعني اولا التسويق بين المحافظات ما اكو، وش ما تطيق تطلع لا على الشمال لا على بغداد لا على صلاح، داخل المحافظة محصور.